كنت ألقي درس في السجن عندكم في الطائف. يوم غلقت وأنا بخرج وإذا بيمسكني واحد من النزلاء السجن قال لي يا شيخ وين ذا الكلام؟ وين ذا الكلام قبل أجي السجن؟ قلت وش قضيتك؟ قال قتل وأنا أنتظر القصاص. قلت علشان إيش؟ قال والله شيء تافه تخاصمت أنا وياه في الطريق سابقنا ولزني إيه نعم ولحقته ووقفت له ونزلت عليه ومعي مسدس وقتلته. قلت أنت قابله كل يوم؟ قال لا. قلت قابله كل أسبوع؟ قال لا. قلت كل شهر؟ قال لا والله ما قابلته في حياتي إلا ذيك المرة. قلت طيب كان خليتها يا أخي لزك وسلمت ليش تطرده؟ يقول الشافعي لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات وأملأ الوجه بشرا حين مقدمه كأنما قد حشى قلبي موداتي. وأبلغ من هذا قول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن. إذا واحد قال لك كلمة بطالة قل الله يسامحك الله يعفو عنك الله يعفو يدخلك الجنة وخلاص، لأن الكلمة البطالة نار. فإذا أنت سويت كلمة مثلها نار مع نار إيش يصير؟ شرارة حريقة فتنة. لكن كلمة بطالة صب عليها ماء كلمة طيبة يخجله. ادفع بالتي هي أحسن ما هو بالتي هي أسوأ.